عن خلق من خلق الله لا نراهم لكننا نؤمن بهم، وإذا آمنا في القرآن لابد أن نؤمن بهم، إنه عالم آخر يعيش بيننا ولا نراه، بيننا وبينه علاقة، خلقهم الله عز وجل، هذا العالم خلقه الله جل وعلا قبل الإنس، وسكنوا الأرض قبل الإنس بسنوات طويلة، وكانوا يعيشون في الأرض، أفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء، ولما قضى الله أن يخلق آدم سألت الملائكة نفس الذين قبله عن خلق آخر يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون مثلهم، لكن الله أعلم وأحكم جل وعلا. هذا الخلق مكلف مثلنا مثله، الله جل وعلا يسأله يوم القيامة ويحاسبهم ويدخل صالحهم الجنة وكافرهم إلى النار. أظنكم عرفتم ما هذا الخلق. سوف نتحدث الليلة عن عالم يسمى عالم الجن والشياطين، هذا العالم الذي ذكره الله في القرآن، ليس بالممنوعات نتكلم عنها، لكن أتكلم عن هذا العالم لما حصل اليوم من لغط، وكثرت الأقاويل واجتهد كل الناس، حتى وقع الصالح اليوم بالدجل ولعبت به الشياطين، حتى بعض الصالحين، حتى من حفاظ الوحيين القرآن والسنة بدأت الشياطين تتلاعب بهم اليوم، ودخلت عليهم مداخل شيطانية، وهم يظنون أنهم يتبعون السنة وينقذون الناس من السحر، فوقعوا في الدجل والخلط. نتكلم عن هذا الخلق لأنه من الدين، ذكر النبي كثيرا من حياتهم وخلقهم وكيف نتعامل معهم، لهذا نذكره اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. خلقهم الله، ليش الله خلق الجن؟ ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مكلفون، اي والله. يقول الرب عز وجل يا معشر الجن، معشر، فهم كالإنس، هم قبائل وجماعات وربما دول وربما طوائف وأفكار ومذاهب. يا معشر الجن والإنس، ليش الله يقدم الجن قبل الإنس؟ للخلق، خلقهم قبل الإنس. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، الله يسألهم يوم القيامة، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فإن آمنوا جزاؤهم الجنة وإن كفروا جزاؤهم النار. الله خلق الناس من طين، طيب مما خلقت الجن؟ من نار، من نار السموم، قالوا طرف اللهب، هل معنى هذا ما يحترقون بالنار؟ لا، ما له علاقة، أصل خلقهم بالنار، لكن لهم خلق آخر مثل أصل خلق الإنسان من طين، لكن يتأذى بالطين، أليس كذلك؟ قال الرب عز وجل والجان خلقناه، الذي لا يؤمن بالجن لا يؤمن بالقرآن، لا يمكن أن يكون مؤمن ولا يؤمن بالجن. الله ذكرهم بالقرآن كثيرا وفي السنة الصحيحة كثيرا، فمن أنكر خلق الجن ارتد. والجان خلقناه من قبل، قبل الإنس، خلقناه من قبل من نار، من نار السموم. وين الجن؟ الجن يعيشون في كل مكان، منهم الطيارون، منهم غواصون، منهم الذين يعيشون في الصحراء غالبا، في مكان ما في الناس يعيشون، هم غالبا يبتعدون عن الإنس، غالبا يعيشون في صحاري، في وديان، في بحار بعيدة عن الإنس غالبا، لكن أحيانا يدخلون،
أحيانا بعض الصالحين منهم وسوف نسمع بعد قليل، الجن منهم الكافر المشرك الملحد، ومنهم المؤمن، ومنهم التقي، ومنهم القوام، ومنهم الصوام، ومنهم المتصدق، ومنهم الآمر بالمعروف، ومنهم الناهي عن المنكر. وأنا منا الصالحون. منهم أهل قيام ليل، أهل صيام نهار، منهم إخوان لك في الدين ربما يجاهدون في سبيل الله. وأنا منا الصالحون، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. أحيانا يدشون معك البيت، إذا ما سميت يدخلون معك. لما نقول شياطين، مو كل الجن شياطين، لا، الصالح يطلع، المؤمن يطلع. إذا قلنا شياطين فالمقصود الكافر من الجن فقط، وهم كثر كثر في الأرض منتشرين، جيوش جرارة لهم قائد. بعد شوي راح نعرف هذا عرشه وين، زعيم الشياطين في الأرض، عرشه في البحر على الماء، عند سرايا وعند جنود وعند جيوش يرسلهم في الأرض فيفسدون الناس. فإذا دخل المرء بيته وما قال بسم الله دخل الشيطان معه، شياطين تتبعه، تنتظر أي واحد ما يقول بسم الله تدخل معه، تحتمي من البرد، تحتمي من الحر، تتلذذ بما في البيت، تنتظر اللي ما يسمي. فإذا ما قال العبد بسم الله دخلت معه، حصلوا المبيت، حصلوا الراحة. فإذا قال الطعام يا أبا فلان، جاء ومد إيده في الطعام وما قال بسم الله، حصلوا عشاء ونوم، والله مستنسين بهذا البيت، خوش بيت، بيت في طعام وفي شراب وفي لباس وفي نوم، ما حد يسمي، لا أحد يذكر الله جل وعلا في هذا البيت. يوم من الأيام كان النبي على طعام، دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فجأة جاءت جارية أرادت أن تأكل، فمسك النبي يدها، مسكين، انتظري، قولي بسم الله، قالت بسم الله وأكلت. شوي جاء أعرابي ما يدري، أول ما جاء مديدة، فمسكه النبي عليه الصلاة والسلام قال قل بسم الله، فقال بسم الله فأكل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام، يدور واحد بس يدفع الناس دفع، هذا يأكل هذا يأكل، أي واحد ما يسمي أكل معهم، يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء، يعني الشيطان هو اللي جاء فيها، جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يبي يأكل معنا، فأخذت بيدها. ثم جاء هذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت يده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن يدي في يدها مع يد الشيطان. الله أكبر، ترى إيده معها كان، والنبي مسكها كان الشيطان معها، يريد فقط أن يأكل أن يستفتح. فإذا قال العبد بسم الله حرم الشيطان. لكن وين البيوت اللي فيها ذكر لله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل بسم الله بركة، تحرم الشياطين من الدخول، تحرم الشياطين حتى اللبس. كثير من الناس اليوم الشيطان مستمتع حتى بالمنظر، ينظر إليه ينزع ملابسه. شلون تنزع ملابسك ما تقول بسم الله؟ إذا ما قلت بسم الله شاهدوك يا أخي، هذا شيطان، قد يؤذي قد يضر أحيانا. إذا شو سوي؟ قل بسم الله، تقول بسم الله يصل حاجز بينك وبينه. الله أكبر، بركة، كلمة بسم الله هذه عظيمة، من أعظم الكلمات في الأرض. حمامات مليئة، أماكن النجاسات مليئة، أماكن الفضلات ترمى القمامات مليئة، لأنهم يأكلون الفضلات. شفت العظم؟ إذا قلت بسم الله ورميته، قلت بسم الله ورميته، إخوانك الجن الصالحون يأكلون منه، إخوانك على دينك يأكلون. إذا قلت بسم الله ورميت العظم، يرجع العظم لحما مرة أخرى فيأكله الجني. الجن خلق مثلنا مثلهم،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أبو هريرة يوم من الأيام قال النبي له: خذ زكاة رمضان وخلها عندك أمانة. عند من؟ عند أبي هريرة. يقول: فبت أحرس المال، طعام زكاة الفطر يحبسه حتى يوزع على الفقراء. يقول: وفي الليل دخل رجل يسرق من أي شيء؟ من المال. يقول: فإذا برجل يسرق، فقام إليه أبو هريرة فمسكه، مسك الرجل، قال: والله لا أرسلنك إلى رسول الله، ما راح أهدك، أنت سارق تسرق من وين بعد؟ من الزكاة. فنظر الرجل وبكى، قال: إني رجل كبير ومحتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة، فأطلقني يرحمك الله. فرأف لحاله أبو هريرة فأطلقه، سامحه لأن ما تمت السرقة، سامحه أبو هريرة. مشى في الصباح، جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال شيء. فلما نظر النبي إليه قال: يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ إن هو إلا وحي يوحى، الله يخبره، إذا ما أخبر أبو هريرة الله يخبره. فقال: يا رسول الله، جاء يسرق فمسكته، فقال: إني رجل كبير ومحتاج وعندي عيال ولي حاجة، فتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أما إنه كذبك، سيعود، شوف الليلة راح يرجع. فترصد له أبو هريرة، شافه، فجاء السارق مرة ثانية فمسكه، قال: إني رجل كبير وعندي عيال وعندي حاجة، فاتركني، فتركه. اليوم الثاني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: جاء كما قلت يا رسول الله. قال: ماذا قال؟ قال: كذا. قال: كذبك، سيعود، راح يرجع الليلة الثالثة. مسكه أبو هريرة الليلة الثالثة، قال: والله لن أدعك الآن، الحين غير، هذه ثالث مرة والثالثة تامة، الآن أذهب بك إلى رسول الله. قال: سوف أخبرك شيئا فاتركني، أعطيك شيء بدل أنك توصلني لرسول الله. قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تعجب أبو هريرة، كلام كبير هذا، راح حق الرسول الصبح، قال: يا رسول الله، جاءني فقال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: صدقك، يعني آية الكرسي إذا قلتها لا يقربك شيء حتى الصباح، صدقك. وهو كذوب، ترى هذا كذاب، لكن هالمرة صدق. ثم قال: أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ تعرف من هذا؟ ما يدري، أول مرة يشوفه في المدينة. قال: لا والله، لا يا رسول الله، لا أعرف، من هو؟ قال: إنه شيطان، كما قال الرب عز وجل: ثم لآتينهم. يتشكلون، يتصورون، نسمع في الانترنت أحيانا يقولون: شفنا جني. وين شفته؟ حاطين صورته بالانترنت، هذا شكله الحقيقي. يمكن يطلعون يوم من الأيام يقولون: اكتشفنا أجهزة تصور الجن، تصوير على هيئتهم الحقيقية. ايش راح نقول لهم؟ نقول: كذابين، مستحيل تشوفون الجن، لأن الله جل وعلا يقول: إنه يراكم، إبليس وكل ذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما تشوفونهم. إما أن تكون أنت صادق أو القرآن صادق، الله يقول ما تشوفونهم. طيب شلون أبو هريرة شافه؟ يتشكلون، صورة الحقيقية ما راح تشوفها. بعض المرات يتشكلون على صورة كلب أسود، والكلب الأسود شيطان. شنو يعني شيطان؟ كلب الأسود شيطان، يعني شيطان الكلاب الأسود، مو معناته كل كلب أسود فهو جني شيطان، لا، مو شرط، لكن الكلب الأسود شيطان، شيطان الكلاب. لكن كثيرا ما يتشكل الشيطان بالكلب الأسود والقط الأسود وبعض الطيور أحيانا،
وأحيانا حمار، وأحيانا بعير مع شياطين البعير، وأحيانا يتشكل بإنسان، وأحيانا يتشكل بمخلوقات، وأحيانا تسمع صوته ما تراه، وأحيانا ترى أثره ولا تراه. أما واحد يطلع لنا يقول شفت الجني على حقيقته، نقول ما يصير، هذا يخالف ما في القرآن. إنه يراكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أحيانا يتشكل على صفة حية، ثعبان، هذا كثير. لهذا أمرنا إذا رأينا الحية نقتلها، حتى لو أنت في الصلاة روح اذبح، إلا إذا كانت في بيتك دير بالك، في البيت وقف لا تذبحها على طول. شاب في غزوة الخندق توه متزوج، استأذن النبي، توه متزوج وصارت الغزوة، أثناء غزوة الخندق صار في خوف والناس خافت على أهلها، بني قريظة نقضوا العهد والمنافقين زعزعوا الصف وبعض الناس قد اخترق الخندق، فخاف الرجل على زوجته للتو تزوجها، فاستأذن النبي قال أبي روح شوف زوجتي. قال النبي له عليه الصلاة والسلام، قال خذ سلاحك، خذ سلاحك، أخشى عليك بني قريظة. فذهب الرجل، أول ما وصل شاف زوجته بملابس البيت طالع برا، صحابي عربي وتوه متزوج وزوجته طالع من البيت ملابس البيت، أول ما شافه رفع الرمح على طول، قالت لا تستعجل، وقف وقف، انظر، ادخل إلى البيت فانظر ما الذي أخرجني، روح شوف اللي طلعني. ذهب الرجل فدخل فإذا به يرى ثعبان على السرير، ثعبان كبير، أول ما رآه رفع الرمح فضربه على رأسه، فإذا بالثعبان يفور، يفور الثعبان، ففرح الرجل أن قتل الثعبان من أول ضربة، فمات الثعبان ومات الفتى، الاثنان ماتوا مباشرة. يقول الراوي لا أدري من الذي مات قبل الآخر، اثنينهم ماتوا، مات الفتى ومات الثعبان. فذهبوا إلى النبي وأخبره بالخبر، يا رسول الله حصل كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا، موجودين في كل مكان، إن بالمدينة جنا قد أسلموا. ثم قال فإذا رأيتم شيئا فآذنوه ثلاثا، ثلاث مرات تحذره، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. يعني ما يجوز أول ما تشوف حية في البيت تذبحها على طول، صحابي هذا ومات لأن الحية كانت جنا وكان الجن مسلما، ولهذا مات الفتى وماتت الحية. إذن شو سوي؟ قل أحرج عليك بالله إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر أن تخرجي وإلا قتلتك، واخرج، انتظر، لأنه قد يتشكل ويهرب، قد يختفي ويخرج، ادخل مرة ثانية انظر عليه نظرة وقل له أحرج عليك بالله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرجي وإلا قتلتك، مرة ثانية اطلع ارجع أحرج عليك بالله، ثلاثا يقول النبي إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرجي وإلا قتلتك، فإن خرجت اطلع المرة الثالثة وشوف، فإن خرجت كفاك الله شرها وإن لم تخرج توكل على الله. شيخ مصجك، حنا الحين أول ما نشوف حية ثلاث سبعات، وين نذبحها وين نقرب لها؟ ثلاث سبعات يتكفلون فيها، خل تدش فيهم خل تذبحهم، أنا مالي شغل. اتصل علي يوم من الأيام أحد الرجال من ثلاث سبعات من الدفاع المدني، فقلت له، قلت له افعل كذا وكذا، بعدها قال ما طلعت، قلت توكل على الله، قد يكون منهم المسلم المؤمن التقي الورع دخل خطأ، لا تقتله لا تستعجل. وأنا منا المسلمون، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون يعني المشركون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا،
خرج النبي من الطائف رايح مكة بعد أن طرده أهل ثقيف. في الطريق قال له جبريل: يا رسول الله، كان بروحه، هذا وفد من الجن جاء يستمع. يستمع شنو؟ يستمع القرآن. يصير؟ يصير، ليش لا؟ وفد من الجن يبي يسمع منك القرآن، يبي يشوف ايش عندك. هم على دين من؟ على دين موسى عليه السلام، لكن الآن يبون يسمعون الدين الجديد. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، شوف النبي الذكي الحكيم، ماذا قرأ؟ سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأ قالت الجن: أنصتوا، اسكتوا، كل واحد يسكت الثاني، أحسن حتى من الإنس. الإنس أحيانا يقرأ القرآن ما حد يستمع، أحيانا ما في خشوع، أحيانا ما في تفاعل، لكن شوف الجن مو بس تسكت وتردد وتجاوب: الرحمن علم القرآن. أخذ يقرأ، يقرأ النبي. والجان أخذ يتكلم عن خلق الجان حتى وصل إلى قوله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قالت الجن جميعا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ولا بشيء ربنا بآلائك نكذب، فلك الحمد كله ولك الشكر كله. من كان يجاوب؟ الجن. والنبي يقرأ، والنبي يقرأ: قل أوحي إلي. شافهم الرسول؟ ما شافهم، لكن الله يخبره. قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ما كان يدري، لولا أن الله أخبره ما كان يدري. مو مثل اليوم بعض الناس قاعد يزعم أنه يتكلم مع الجن، وأنه يسولف مع الجن، وأنه يناقش الجن، وألفوا كتب مع الجن. مو ناقص شيء، خلاص شراكة صارت بين الإنس والجن. إذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى المؤيد بالمعجزات ما شافهم ولا كلمهم، لكن فقط قرأ القرآن. وإذا بالجن أول ما سمعوا القرآن ولوا، وين راحوا؟ إلى قومهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، سكتوا، سمعوا، فلما قضي ولوا، ولوا إلى قومهم منذرين. راحوا قومهم، ايش قالوا؟ قالوا: يا قومنا، اجمعوا قومهم، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما يعرفون إلا كتاب موسى التوراة، الآن سمعوا القرآن مصدقا لما بين يديه، يصدق لما في التوراة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ترى كلام الجن هذا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أحيانا يصلون معانا، أحيانا يحضرون الدروس، أحيانا يشوفون مجالس ذكر، الصالحين يستمعون يستفيدون. هم عالم، حنا عالم ثاني ما لنا علاقة فيهم، لكن يستمعون. هم يشوفون، حنا ما شوفهم. لا تحاول أن تتصل بهم، لا تحاول أن تتعلق بهم، لا تحاول أن تستغرق فكرك فيهم، ما عليك منهم، هم عالم آخر. يوم من الأيام أرسل لي واحد رسالة، قال لي: شيخ ما شاء الله أنت تسوي دروس وأشرطك توزع في كل مكان، قال عندي اقتراح. شنو اقتراحه؟ يقول: ليش ما تسوي درس خاص للجن؟ صبروا لا تستعجلون. قال: درس خاص للجن. أنا بغيت أقط له ورقة، لكن 5 صفحات مو شوية، خل أقرأ. قام يقنعني أول شيء أن الجن عندهم منكرات تختلف عن الإنس. شنو يعني؟ عندهم الذبح لغير الله والشرك والسحر وغيره، هذا ينتشر عندهم أكثر من الإنس، والظلم وسفك الدماء. قال: سو، والكلام لما يكون موجه لفئة
يعني ينتبهون أكثر لما يكون. لكن مو هذا السؤال. أول شيء وين أسوي الدرس؟ شيء ثاني وين أوزع الشريط؟ وين التسجيلات بتبيعه؟ شنو آخر الليل يبيعونه في الليل؟ طبعا كلام غير منطقي غير واقعي. قلت له هذا خطأ ما فعله أحد من الأنبياء ولا من الصحابة، لكن هم يستمعون الذكر، هم أحيانا يحضرون مجالس الذكر، هم أحيانا يتأذون أحيانا من بعض الذنوب والمعاصي، خاصة إذا كان مؤمنا إذا كان صالحا. يوم من الأيام الصحابة كانوا جالسين، حديثنا اليوم عن الجن والشياطين، اسمع لي هذه القصة. الصحابة جالسين في الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة نظروا إلى السماء فإذا بشهاب يرمى. فالرسول يسأل الصحابة قال ما كنتم تقولون عن هذا في الجاهلية؟ شنو تقولون قبل؟ قالوا ولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم. صار شيء، إذا رمي بنجم يعني صار شيء عظيم اليوم. في ناس إلى اليوم يقولون هذا الكلام، كلام جاهلية، كلام خرافات. في ناس إلى اليوم تصدق. قال ولد اليوم عظيم أو مات اليوم عظيم. قال إنها لا ترمي لموت أحد ولا لحياته. غلط. قالوا إذن لما يا رسول الله؟ شوف ليش، استمع وانتبه، ليش يرمى الشهاب؟ شوف الموقف العظيم الحين. قال ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا، إذا قضى أمرا وين؟ في السماء فوق السماوات، سبح حملة العرش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله حملة العرش يسبحون. قضى الله أمرا ثم يتناقل الأمر القضاء، وكلما مر على سماء سبح أهله سبحان الله سبحان الله. القضاء سوف ينزل الأرض الآن، وكلما مر على سماء سبح أهل السماء سبحان الله سبحان الله، حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا لينزل القضاء إلى الأرض، ملك يكلم ملك يخطف الجن السمع في السماء ناطرين. أول ما يصير قضاء خطفوا السمع، أول ما يخطف السمع شو يصير؟ الجن يعطي الثاني فيرمى بشهاب، لكن أعطى حق الثاني، يرمى بشهاب الثاني يعطي حق الثالث يعطي حق الرابع، يموتون ما عندهم مانع، لكن يوصلون الأرض إلى سحرة الأرض إلى جن الأرض، ومع الحقيقة يجمعون 100 كذبة. الجن عنده هواية الكذب، يكذبون 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 1% صح و99 كذب. فإذا رأيت الشهاب فاعلم أن شيطانا قد رمي. إنا زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة أول واحد يسمع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لكن يوصلها حق صاحبه قبل ما يرمى. تتعجب أحيانا الكاهن إيش درى؟ يصدق مرة لكن 100 يكذب. مرة إذا صدق انتشر الأمر إن فلان يعلم ما سيحصل. هذه حقيقة الأمر. لا تقول لي فلان عاش فلان مات، ما لها علاقة. هي شياطين في السماء وترمى بالشهاب، هي حراسة للقضاء إذا نزل من السماء إلى الأرض. بعض الحيوانات تشوفهم، في حيوانات تشوف الشياطين، احنا ما نشوف، لكن من حكمة الله أن بعض الحيوانات تشوفهم. مثل شنو؟ مثل الحمار. حمار جلكم الله إذا مر شيطان شافه شو يسوي؟ ينهق. فإذا سمعتم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يتزوجون؟ إيه. عندهم أولاد؟ إيه.
خلق حالهم حال الخلق. أفتتخذونه شيطان، أفتتخذونه وذريته، الله يقول عند ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء، أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أحيانا المشركين في السابق كانوا يسوون، كانوا يخافون قبل الإسلام، إذا نزلوا وهم في السفر على وادي، قلنا لكم الوديان موطن الشياطين، فإذا في السفر نزلوا على وادي إيش كانوا يسوون؟ كل وادي له سيد عندهم، سيده من الجن الشياطين، فإذا نزلوا بالوادي قالوا، كل واحد يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من أن نضر في أنفسنا أو مالنا أو أهلنا وولدنا. كل ما دخلوا إلى الوادي عندهم أسياد، كل وادي له سيد يعبدونه من دون الله، يستعيذون به من شر هذا الوادي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إلى اليوم للحين موجود يطلب من الجني طلبات وينفذ له اللي يبيه. شو يقول له؟ المصحف دوس عليه. حدثني أحد السحر الذين تابوا، كان مر في حياته بالسحر ثم تاب، يقول والله أظل شهر على جنابه ما أصلي. الشيطان يقول لي أجلكم الله يبول أحيانا على كتاب الله، يعني مو أي كفر، الشيطان ما يرضى بأي كفر، لين يكفر كفر وخح، كفر يعجز الإنسان عن تلفظ به كيف فعله. إذا فعل هذا استجاب له، شو يسوي له؟ يفرق بين رجل وزوجته، يقول له ترى أنا بفلانة فلان يتزوجها، حاضر أخليه يصير مجنون فيها، أو نبي فلان يكره العمل يكره الدوام، حاضر بس سوي كذي في المصحف، أو اسجد لي، أو اذبح لي. إيه نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والمساكين يصدقون، يروح حقه يقول له شيخ ولدي مريض، ولدي فجأة طاح وما يتكلم، ولدي ما أدري صار فيه، بسيطة جيب لي خروف أسود وذبحه وقول هالكلام وفي المكان الفلاني، وجيب الدم اغسل فيه ولدك، وبعدين خسر الدنيا والآخرة. لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي من هالذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أول شيء يسألك عن اسم أمك، ليش؟ الشيطان يقول لك، يدرسونهم وكانوا يبيعون كتب يعلمون السحر الناس، وانت تتعلم السحر أول شيء يسأل عن اسم أمه، لأن الشيطان يرتبط فيه، يعرفه إذا عرف أمه. أما الأب أي واحد يسميه بأي اسم، لكن الأم ما تختلف، الأم وحده. أما الأب قد يتغير. أول شيء أسألك عن اسم أمك، أعرف أنه بيقول حق الشيطان، أو الشيطان يسمعه، أو حاضر الآن هذا المجلس، أو هذا الساحر اللي رايح له واللي حاط له في الغرفة أشياء مخيفة وزخارف، وبعضهم قام ماسك مصحف، بعض السحرة ماسك مصحف يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كذاب ويدوس على المصحف، هو كافر بالمصحف لكن يعطيه طلاسم، يعطون بعض الناس أوراق مكتوب عليها آيات، افتح الطلاسم كفر بهذه الآيات. قرأت أنا بالمئات من هذه الطلاسم، وجيء لي بكثير منها، ولدي من صغره للحين معطينا هالورقة حاطة تحت وسادته، شنو فيها؟ والله قرآن، قال لي الشيخ نفتح لا قرآن ولا كلام فاضي، طلاسم مربعات وكلام غريب، أسماء الشياطين واستغاثة بها ودعاها من دون الله جل وعلا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حتى بعض الصالحين اليوم بدأ الشيطان يضحك عليهم، ترى خطوات، خطوة خطوة،
بعض اللي يقرون بالقرآن الحين مع الشياطين، وأعرف بعضهم بالأسماء، بالأسماء يقرون على الناس ويدعي أنه على منهج الكتاب والسنة. شو يسوي؟ يجيب المريض وعندنا قال يتصل على منه؟ على الجني. تضحكون لكن هذه واقع والله. وناس والله بعضهم دكاترة مهندسين يروحون يقطون فلوس، ولا ليش صاروا مليونيرية وصاروا أغنياء وأثرياء؟ طيب شنو الظهر اللي قاعد يحميهم؟ بعضهم معالج ناس كبار في البلد وقاعدين يحمونهم، وضاحك عليه مرابطهم، بعضهم سوي له عمل أصلا. حاولنا نطلع واحد من هني، عرفنا أنه ساحر ومشعوذ، حاولت أنا بنفسي بطرق ما استطعت، والله ما قدرت عليه لأن عنده ظهر قوي وعنده ناس وراء يحمونه. قلت آخر شيء حسبنا الله ونعم الوكيل، هم يتحملون إثبة في هذا البلد. ودخلوا من بلاد كثيرة، شوف الشنط، أهل الجمارك يكلموني، والله كلها سحر عقد، ومن شر النفاثات في العقد، شعر وطلاسم وجلود وأوراق وخرزات، كل هذا ليش؟ عبادة للجن ترى. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب يا شيخ شنو حكم الساحر؟ كافر، واللي يروح مثله، ليس منا من سحر أو سحر له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتحمل إثم مثله. من أتى كاهنا، اللي يجون حق هذير الكهنة، كهنة مع الشياطين، يقولون لهم يسألونهم ايش راح يصير حقي، ايش رايك فلان، اتزوجه ولا ما تزوجه؟ ويضحك عليها، اعطني ايدك، يقرا الكف، اذا ذهبت اليه بس وناسه قضاء للوقت لا يقبل الانسان صلاه 40 يوم، صلي 40 يوم والله ما يقبل لك صلاه. طيب اذا صدق كفر بما انزل على محمد، كفر بما انزل على محمد. هذا التعامل مع الجن والشياطين، انتبه انتبه. حتى بعض القراء اليوم اللي يسمون نفسهم شرعيين، بعضهم صادق، بعضهم ما عنده للقرآن والسنة، بعضهم لا، استرسل معه الشيطان والجن تلاعبت به. صار بعضهم، أنا اليوم أعرف ناس صار عندهم قراءة يسمونها شرعية، لكن والله لا أعرف من الشرع فيها شيء. الآن يجمعون الجني، يجمعون الجني في أصبع الواحد، مش دراكم، يجري من أجل مجرى الدم، لكن مو هذا معنات الحديث، مو كذي الحديث. يعني الجني محبوس في الدم، يعني خلاص يحبسونه في الدم ويجيبون له الأصبع، شفت الأصبع، يمسكون صبعه ويربطونه ويخدع المريض والمرضى مساكين. شيخ شدرانا قالوا لنا على الكتاب والسنة، على بالنا هذا الكتاب والسنة، ربطوا الجني في الأصبع، مسكين محبوس الحين الجني يصرخ أرجوك لا تذبحني. طيب شلون قاعد يتكلم بلسانه ذهب الأصبع؟ ما يصير، يعني حتى العقل ما يستقيم. ما في مانع، وشلون شو بيسوي فيه الحين؟ راح نقتل الجني. الآن حكمت المحكمة بالإعدام. طيب لو على فرض، على فرض أنك قاعد تقتل، طبعا سفاهة، أنت تقول سفاهة، لكن قاعد يدفعون آلاف الدنانير عليهم. أنا ما راح أسمي لك أسماء وكتب ألفت وناس قالوا حق الناس إنها مشايخ. مشايخ شنو؟ جيب لي هذا بالقرآن والسنة بعدين قول لي مشايخ. طيب بعدين ايش تبي تسوي؟ نقتله. على فرض، على فرض ان جني، على فرض الجني هذا الانسان اذى، هل يجوز لك تقتله؟ هل هذه الجريمة تستحق القتل؟ النفس بالنفس، ما صار نفس بالنفس، هو بس اهم شيء ترى الفلوس، خل خلاص ذبحناه. ما هو يدري ان ما في شيء اسمه قتل، يدري ان كله دجل، كل ضحك على الذقون. إن كان صحيحا ما يجوز لك، وإن كان كذبا هم ما يجوز تضحك على الناس. شلون يذبحه؟ يذبحه بدبوس. الله أكبر، شوف الفن الجديد الحين، يجيب الدبوس ويضغط على الدم على الأصبع، يصرخ الولد مسكين، تصرخ المرأة شاقرينها كي تصرخ، يطلع الدم، يفور الدم، بعد شوية يقول له شفت الدم أسود؟ أكيد أسود، رابطة صار لك ساعة، لازم يصير أسود، يخرج الدم. بعد شوية طبعا هذا يغمى عليه، هذا يصرخ، هذا يهدى،
بعد شوية خلاص قوموا قوموا ما في شيء، الحمد لله انتهت العملية. شنو صار؟ مات الجني. راح الولد والحمد لله دفع 60 دينار على الماء والزيت وشراء ما أدري شنو من الرقى والحروز وغيره، والرجل الحمد لله عبى الجيب والكنتينر الماء يخلص كل يوم، والزيت الحمد لله مشى والوكالة الحمد لله مشت. طيب بعد أسبوع رجع شيخ الجني، رجع ما مات، تعال دخله مرة ثانية. ما يصير، لا مات بس ما مات يا شيخ، الولد يطيح ينصرع، البنت صار فيها نفس الشيء، جيبوها مرة ثانية. يجيبونا مرة ثانية، يقرأ عليها، يتكلم. شيخ ما شفت الجني ما مات؟ لا هذاك مات بس هذا واحد ثاني. يعني ما شاء الله يطلعون من كل سؤال بجواب جاهزين. وأنا أقول لكم هذا ترى عن خبرة وعن دراية والله، ودخلت بعض هذه البيوت. لو ما فيك شيء يصير فيك شيء، لو ما فيك شيء، لو أنت ما فيك الحمد لله لا سحر ولا مس ولا عين، المس حق لكن تلاعب بالناس مو حق، استغلال حاجة الناس والفلوس هذا مو حق. طيب شنو الحل؟ الحل اقرأ على نفسك، إذا أصابك شيء لا تروح للسحرة ولا لأولئك المستغلين، في منهم صادقين لكنهم قلة، في منهم صادقين لكنهم قلة. إذا جاءهم الصادق شي يقول في البداية، يقول ما فيك شيء إن شاء الله، ما شاء الله عليك، تصلي وتقرأ قرآن، اقرأ على نفسك وامش الحمد لله. يا شيخ أبيك تقرأ علي، يقرأ قرآن بس خلاص، يدعو لك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومع السلامة امش. لأن أغلب الحالات اليوم ترى لا هي مس ولا سحر ولا شيء، لكن يوهمون الناس. وأنا قرأت كتب كثيرة ترى في هذا الباب، يقول لك من علامات الممسوس في شيء اسمه مس، بس مو لهالدرجة، مو صحيح. صار نص الناس فيها مس ونصهم الثاني مسحورين، وثلاثة أرباع الناس فيهم عين، من بقى صاحي؟ كل واحد في شيء. لو أنت تروح أحد القراء دخل عليه، دخل على شاب في المتوسط، وهذا أنا قدامي صارت، قراء يقرون وعلى الكتاب والسنة، قال إيش فيك؟ قال والله شيخ بطني يعورني، ترى دائما يعورني. قال له تدري ليش؟ قال ليش؟ قال لأن الجن يسكن في البطن. يا أخي يمكن في مغص، يا أخي يمكن في قرحة، يا أخي يمكن في أمراض، ما يصير وجع في البطن إلا جني. الجن موجود وأحيانا يمس لكن مو بهذه الدرجة. والله لو تقول فيني صداع، أنا شيخ كل يوم العصر يصير فيني صداع، بس جني عشقتك. قلت حق واحد شيخ إيش دراك إنها جنية؟ يمكن جني. قال لا يبين من العين، سونار هذا من العين حدد إنها جنية وليست جني. يا أخي إيش دراك؟ هذه والله تلاعب ترى بالناس أحيانا، هذا كله تلاعب على وضحك على الناس واستغلال، استغلال الأموال. الحل ارقي نفسك، حصن نفسك يا أخي، خلاص اقرأ المعوذتين والله يبطل أي سحر ويبطل أي عين، اقرأ القرآن، ادعو لنفسك بالسجود، ارقي أولادك مثل ما كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام أبناء جعفر. اضطررت ما في حل، سحر مو قادرين نحله، الصالحين موجودين، مو شرط فلان وفلان. الناس اليوم صارت عندها الشيخ الفلاني وبس، ما عليك روح فلان، ترى واحدة بوحدة، فلان يدفل عليك ما يقول لك القرآن، يدفل عليك ما شاء الله على، صارت التفلة مو القرآن، كأنها معجزة. هذا الإنسان في كرامة، إذا تفل صار زين. وبعض القراء أوهمهم الشيطان ترى بهذا، والله العظيم أنا أشوف بعض القراء يقول أنا عندي خبرة خلاص، أشوف الواحد ترى فراسة، وشفته في بعض المواقع في الإنترنت، وللأسف مشايخ يزكون هذه المواقع، يقول من وسائل العلاج الفراسة. طيب الفراسة ترى مو واحد، هذه الله يعطيها لبعض الناس لتقواه وصلاحه وإيمانه. رجل يمكن حتى القرآن يقرأ غلط وصلاته ضعيفة وما عنده ذاك الإيمان، أي فراسة الله يعطيه إياها؟ أول ما يشوف الواحد بعينه، بعينه. قال لي واحد مرة من المرات، قال جدتي والله تعبت مسكينة لين ماتت. قلت له ليش؟ قال والله كانت فيها مس مسكينة، والمس يوجد لكن مو بهالكثرة اللي الناس تظنها اليوم. قال لي كان فيها مس، قلت له إن شاء الله يعني صارت زينة. قال لا والله كان يقرأ عليها الشيخ الفلاني. قلت شنو كان يقول لها؟ كان يقول لها ترى أنت فيك قبيلة كاملة. قلت الله وين كفت القبيلة؟ في إيدها ولا رجلها ولا بطنها ولا رأسها؟ قال والله كان يقول لها الشيخ فيك قبيلة ومسكينة صار فيها انهيار وتعبت. يا أخي والله لو أنا الحين لو أجيب أي واحد وأقول له ترى أنت فيك مس وفيك جني وبعد شوية راح تطيح، ممكن يطيح، يصير في إيحاء. وبعض الناس في البيوت لما يدش يشوف هذا طاح وهذا طاح يطيح مثله. إذن يا أخوة أنا أحذر من صنفين سحرة نعرفهم، 2 دجالين،
صنف ثالث قليل مخلصين ما يهمه الفلوس، أعطيته جزاك الله خير، ما أعطيته ما يهمه، هو الأصل يقرأ لله، هو الأصل يدعو الله أن يشفيك، هو ما عنده الخزعبلات والخرافات هذه اللي قاعد تطلع اليوم، والدجل والصعق بالكهرباء 240 فولت 240 فولت، والله شفته بعيني، أقسم بالله حاط 240 فولت على رأسه، والله الذي لا إله غيره. أنا خفت وخرت، قلت له يصير فيني شيء، خاف الكهرباء تنتقل، ومسكين يصرخ وسبعة مسكينة، وكان يعني هو طلب منهم لا يقعدون على في ماي من كت وكذا، الظاهر يعرف توصيل الكهرباء، طيب مسكين يموت صير في شيء. لكن بعض الناس يظن أن هذه قراءة، هذه ليست قراءة شرعية. الرسول رأى طفلا فيه مس، قالت لهم رأى، فنظر النبي إليه ودعا له وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله، بس ما قال أكثر من هذا. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، في مسند أحمد، ما في أكثر من كذي. أما اليوم ما يحصل من ربط الجن وحبسهم وفي أصابع وفي بعض الأماكن وقتلهم بالدبابيس وطردهم ومتابعتهم وتخيل الناس كلهم من كل المجتمع في مس، يودي الواحد ولده يقول ترى حتى أنت مو بس ولدك فيه، ليش؟ علشان الأموال، علشان الماي، علشان الزيت، ولأجل بعض الأمور. أحيانا الجن يلتقون بالأنبياء، صار بينهم بين الأنبياء الشياطين، صار بينهم بين الأنبياء حوارات. موسى عليه السلام التقى بشيطان، فصار بينه وبين حوار، فقال الشيطان لموسى، قال يا موسى اذكرني في ثلاث حالات، ثلاث حالات تلقاني موجود. قال ما هي؟ قال حين تغضب، حين تغضب، شوف الإنسان لما يعصب الشيطان يتملكه، قال حين تغضب فإن وحيي في قلبك وعيني في عينيك وأجري منك مجرى الدم. اللي يعصب مرات يذبح، مرات ما يدري عن نفسه، شوف عينه، شوف شكله، تحس ان الشيطان مسيطر عليه. ولهذا لما يغضب الانسان شو يقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله، هذا وقته. الحاله الثانيه، قال واذكرني حين يلقى الزحف، لما يلتقي صف المؤمنين مع صف الكافرين ويحمل وطيس وتبدا المعركه، يقول آتي ابن ادم، انا اجي في هذه اللحظه، ماذا يفعل؟ قال أذكره ولده وزوجته وأهله. أخطر مكان، أول ما تبدأ المعركة يذكر منه بعياله، يذكر بزوجته حتى يفر. ثالثا، قال وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ليش ما قال من فوق؟ يعلم أن الله فوقه، خاف، حتى الشيطان يخاف، حتى الشيطان قال الله عنه في القرآن يقول إني أخاف الله رب العالمين، لكن كفر، لكنه العناد، لكنه الكبر. يوم من الأيام الصحابة شافوا الرسول في الصلاة يتخطف بيده، في الصلاة يتخطف بيده، سألوا بعد الصلاة ايش صار يا رسول الله، ايش اللي صار؟ قال جاءني شيطان يقول فخنقته في الصلاة، تمثل له فخنقه النبي، يقول حتى وجدت برد لعابه على يدي، برد لعاب، يقول لولا دعوة أخي سليمان، شنو دعوته؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا دعوة أخي سليمان سخر الله له الجن. قال لولا دعوته لربطته في سارية المسجد وجعلت يلعب به الصبيان من ذله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يوم من الأيام كان النبي في الوادي عليه الصلاة والسلام، شوف اللي صار، تدري اللي صار؟ تجمعت عليه الشياطين لوحده، وتجمعت الشياطين عليه، من كل وادي خرجوا، ومن كل شعب تجمعوا، وبيدهم نار، كل واحد بيده نار، تجمعوا ليحرقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ الرسول لوحده والشياطين حوله، ماذا تتوقعون حصل؟ جبريل علمه،
ماذا علمه؟ كلمات بس. شنو قال؟ أعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فانطفأت نيرانهم وولى الشياطين هاربين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن وين الإخلاص؟ وين اليقين؟ وين الدعاء من قلب حتى ينجين الله عز وجل من السحر، من المس، من العين؟ أين التحصين الحقيقي؟ إذا نزل أحدكم منزلا في الجاهلية يستعيذون بسيد الوادي الجن. اليوم شنو علمنا الرسول؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل. والله ما يصيبك شيء. لكن وين اليقين؟ في عداوة، ترى في عداوة بيننا وبين الشياطين. جيوش ترسل، أول ما يولد الإنسان يضربه الشيطان ضربه. ما تسمع بغرفة الولادة أول ما يولد أول شيء صيح. الناس تقول البيئة اختلفت والجو، صح، هذه أسباب ظاهرية، لكن في أسباب غير ظاهرية أهمها الشيطان ينخس يضربه، فإذا بالطفل يستهل صارخا إلا طفلان في الأرض ما استطاع عليهم الشيطان. عيسى وأمه، قالت أم مريم وإني أعيذها بك وذريتها. من ذريتها؟ عيسى، وما في بعد عيسى. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يأتي للإنسان يوسوس له، يشككه، يقول له من خلق كذا؟ يقول الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. يصل به حتى يقول له من خلق الله؟ قل هو الله أحد. استعد بالله وقرأ. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. سحرات. ومن شر حاسد إذا حسد. انتهي واقرأ. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يجي بعض الناس اللي ما توضأ قبل ما ينام، اللي ما صلى ركعتين قبل ما ينام، اللي ما دعا ونفث على جسمه قبل ما ينام، اللي ما قرأ آية الكرسي، الذي ما نام طاهرا ذاكرا عابدا، يأتيه في المنام، يدخل عليه في الأحلام. شو يسوي؟ يخوفه بس، يجننه. مثل أحد الصحابة شاف نفسه رأسه انقطعت وشاف رأسه يتدحرج، فجاء يخبر الرسول، قال لا تدع الشيطان يتلاعب بك، هذا الشيطان يتلاعب بك في المنام، ما عليك منه، لا تحدث به أحدا. واليوم كل واحد رأى رؤيا قاعد يسأل عن تفسير الحلم، ايش دراك؟ قد يكون من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان. الحلم اللي يزعجك لا تقول حق أحد، استعذ بالله، اطفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله ولا تخبر به أحدا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. حتى بالتثاؤب أحيانا يضحك علينا، ترى الشيطان مرات يشوفنا يضحك علينا، مو بس يأكل معانا ويدخل معانا وينام معانا، يشارك أحيانا بعض الضعفاء قليل الذكر بكل شيء، أحيانا يشوفه ويضحك عليه. ليش يضحك عليه؟ لما يتثاؤب الإنسان وما يسكر حلجه فمه ولا يرده، إذا فعل هذا بعض الناس يطلع صوت يقول ها، كما قال النبي في الحديث، جاء يتثاءب حتى الناس كلها تسمعه، هذا الشيطان يطالعه ويضحك عليه، لأن الفعل قبيح، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. رده ما استطعت، ضع يدك على فيك
ولا تفعلها، لا تضحكن عليك الشيطان. يحرص الشيطان على أن يفرق بين الناس، حتى يفرق بين الرجل وزوجته في عرش، شو يسمونه؟ سميه مركز الحكم، قصر الحاكم، وين؟ على البحر. شيخ أي بحر؟ الله أعلم، ما ندري. في ناس يقول برمودا، مثلث برمودا، هذا كله تخرصات، هذا كله ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يهمنا وين، يهمنا كيف نتحصن منه. على البحر جالس وعنده جيش وعنده سرايا، يرسل سرية، روحوا أنتوا بلد الفلاني، روحوا أنتوا أهل المنطقة الفلانية، روحوا المكان الفلاني، ترى عندهم نشاط خيري، شدوا حيلكم عليهم. أول شيء يوقعون الناس بالكفر، ما قدروا البدعة، ما قدروا الكبائر، ما قدروا الصغائر، مو قادرين. الناس صالحين شو يسوون؟ يشغلون بالمباحات علشان ما يفعلون الطاعات، ما قدروا. الشيطان يحرص عليه أنه يفعل الحسنات اللي أقل درجة، اللي حسناته شوية، ما يسوي الحسنات الكثيرة. يحاول مع الإنسان بشتى الطرق، يحرش بين الأخوة، يحرش بين الناس. الله يقول عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، جيوش، وشاركهم في الأموال، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان. كله يضحك على الناس ويقول لهم: ليش تصلي الحين تو الناس؟ ليش تتوب الحين تو الناس؟ ليش تحج الحين انت صغير تو الناس؟ ليش تتصدق؟ يعدكم الفقر، ما يخليك الشيطان، يأتيك بكل طريق، يأتيك بكل منفذ. فإذا جاءه هو قاعد على العرش، إبليس الكبير الرأس العود جالس على العرش، وأحيانا في بعض المعارك يشارك، في بعض المعارك يحتاج يذهب بنفسه، مثل المعارك اللي كانت تصير مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمثل بصورة بعض الناس ويشارك في المعركة. ولما أرادوا قتل النبي، تدرون المؤامرة اللي صارت قبل الهجرة، دخل معهم إبليس بنفسه، لأن الأمر يحتاج، مو أي شيطان، هذا يحتاج إلى إبليس بنفسه يتولى الأمر. فيأتي السرايا: سويتوا خلينا فلان يزني، ولا شيء. سويتوا خلينا يشرب الخمر، تو الناس. سويتوا، حتى يقول الشيطان: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أنت، فيقربه ويلتزمه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شياطين، سحرة، كفار يعبدون غير الله جل وعلا، يزينون لك الذنوب والمعاصي. شو أسوي؟ من اليوم احرص على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، لا تلتفت لهم، كيدهم ضعيف، استعن بالله ولا تعجز. خلاص، من اليوم من أوهمت أنها مسحورة وأنها معيونة وأنها فيها مس، من اليوم رايح خلاص، لتقول لنفسها: أنا قرأت القرآن، ومن يقرأ القرآن يبطل الله سحره. خلاص، إن الله سيبطله، الله أبطله، بس خلاص. يعني شو أسوي يا شيخ؟ ما أروح يقرون علي؟ استعينوا بالله، والله لو نتوكل على الله حق التوكل ما يحتاج الإنسان أحد يقرأ عليه. لو نتوكل على الله عز وجل حق التوكل، والله ما يصيبنا شيء. لو كان عندنا يقين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخي الكريم، أختي الفاضلة، عالم الجن والشياطين واسع، وهم خلق لابد لنا أن نؤمن بهم. منهم المؤمن التقي الصالح، ومنهم الكافر الفاجر. علاقتنا بهم أن نتجنب شياطينهم، ولا نتصل بمؤمنين ما علنا منهم، ولا نستعين بهم أبدا. لا يخدعونك، هذا جن صالح نستعين فيه، ما عليك من هذا الكلام. لا علاقة لنا بهم، لا بمؤمنهم ولا بكافرهم. نحن نعبد الله جل وعلا، وهم يعبدون الله جل وعلا. إذا خفت فاستعذ بالله، إذا نزغك استعذ بالله، إذا أصابك بأذى استعن بالله، ولا تعجز. اقرأ القرآن، احرص على الأذكار، الرقى الشرعية، حصن المسلم في الصباح في المساء. إياك إياك أن تلتفت لغيرها، عليك بالمعوذتين، عليك بآية الكرسي، عليك بالفاتحة الشافية
الكافية. عليك بالبقرة، اقرأ البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اترك الذنوب والمعاصي، فإن الأغاني أصوات الشياطين، والشياطين تحب أن تجتمع في المكان الذي فيه الأغاني والموسيقى والطرب، تحب استماعه وتحب التجمع حوله. قال العلماء: هو صوت الشيطان، فاحرص على أن تقطعه وأن تبتعد عنه، وابدأ بالذكر، فإنها حياة القلوب.